السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معادنا مع محاضرة جديدة من محاضرات قناة مستر طارق سعد. هنستكمل مع بعض النهاردة سلسلة تعلم ويندوز 10 مع المحاضرة رقم 2، وفيها هنتكلم عن فهم كيفية التعامل مع التلميحات Notifications ومركز الأحداث الأكشن سنتر. عشان الموضوع يكون ببساطة واضح للناس، هنتكلم عن الحاجات ديت بتوضيح اكتر عشان اللي ما يعرفهاش خالص يبدأ يفهمها. يعني ايه التلميحات؟ انا ممكن يكون عندي بعض الامور المرتبطة بالويندوز، زي مثلا الايميل بتاعي بيجي لي ايميلات، الواتساب منزله على الكمبيوتر، بعض الامور الخاصة برسائل بتجي لي او تلميحات خاصة مهمة، فانا ممكن من خلال مركز الاحداث والتلميحات اقدر اتعرف على هذه الاشياء. طب اجيبها منين الاول؟ من سطح المكتب، شريط المهام، عندي الأيقونة دي بدوس عليها كليك، فيظهر معايا الجزء الخاص بالتلميحات، تظهر معايا التلميحات بتاعتي زي ما شايفين، تلميحات جاية لي من اليوتيوب أو من الإيميل بتاعي. وعشان يبدأ يظهر الإيميلات بتاعتي اللي جاية لي من خلال الإيميل بتاعي، لازم أكون رابط نسخة الويندوز بتاعتي بإيميل في الهوت ميل أو واتيفر حسب الايميل بتاعي، بحيث تظهر ايميلاتي في هذا المكان. كمان بتظهر معايا بعض الايقونات الخاصه بالاكشن سنتر بتاعي، يعني مركز الاحداث، يعني اللوكيشن، الموقع بتاعي ممكن افعله بحيث يبقى هو عارف مكاني بالظبط. ممكن اخش منها على كل الاعدادات بتاعت الكمبيوتر، ممكن اتعرف على حاله النتورك بتاعتي، ممكن بكل بساطة ادوس على الفوكس اسيست ديت بحيث اركز على حاجة معينة يبقى في تركيز. فوكس اسيست بيظهر فوق كده بعض الاحداث المهمة اللي ممكن يحدث يركز عليها. كمان انا ممكن اتحكم في ايه اللي يظهر معايا في الاحداث تحت، عن طريق ان انا بخش على الاختيار اللي اسمه اول سيتنجز دوت، بختار منه سيستم، جوه السيستم بقف على نوتيفيكيشن اند اكشنز، وابدا بتظهر هنا الاحداث اللي هي الكويك اكشن او الاحداث اللي هي بيركز عليها بشكل كامل. على فكرة انا ممكن ارتبهم لان بيظهر معايا دايما اول اربعة، فاول اربعة دول انا لو مثلا هفترض ان مش عايز الفوكس اسيست بجيبه وانزله تحت مثلا هنا، واجيب مثلا مكانه الكونكت اهو، يبقى انا ممكن ارتبهم زي ما انا عايز بحيث يظهروا بالشكل اللي انا عايزه. كمان ممكن وانا بشتغل ممكن اقفل بعض النوتيفيكيشنز، يعني بعض التلميحات اللي مش مهمة بالنسبة لي ممكن اقفلها او افتحها حسب الاختيار. يعني مثلا شو نوتيفيكيشن اون ذا لوك سكرين، لما تكون اللوك سكرين او شاشه الاغلاق شغاله ممكن نوتيفيكيشن تظهر او ما تظهرش. شو ريميندر اند انكمينج في او اي بي كولز اون ذا لوك سكرين، برضو الحاجات دي كلها خاصه، هل اظهر الحاجات دي لما اكون عامل لوك للويندوز ولا لا؟ قافل اللوك. يعني ايه لوك؟ طبعا اللوك يا جماعه لو انت قاعد على الكمبيوتر بتاعك وحبيت تقوم ومش عايز حد يطلع على الجهاز او يفتحه قبل ما تيجي، فبتعمل لوك للسكرين. اللوك للسكرين بالضغط على مفتاح الويندوز زائد حرف ال L بيظهر حاجه اسمها اللوك سكرين، يبقى ويندوز مع حرف ال L بيعمل لوك سكرين. وبعد كده عشان افتح الجهاز تاني بدوس كليك واكتب الباسورد بتاعتي لو طلبت مني، وابدا اشتغل على الجهاز عادي كاني فتحته مفيش اي مشكله. تمام. في الاعدادات هنا زي ما انا قلت انا ممكن اظهر واخفي الاعدادات اللي انا عايزها. كمان ممكن من هذه النافذه اقدر اضيف بعض نوتيفيكيشنز من برامج اخرى، يعني دي نوتيفيكيشنز الخاصه بالسيستم، يعني دي التلميحات الخاصه باعدادات الجهاز نفسه. على فكره هذه الاعدادات ممكن تكون اكتر وزياده لو انت قاعد على لابتوب، يعني بعض الاجهزه اللي عليها لابتوب هتلاقي في بعض التلميحات الخاصه بالواي فاي والبطاريه وبعض الاعدادات الخاصه بالتابلت مود والحاجات دي كلها ممكن تظهر عندك في هذه التلميحات، فممكن تضيفها لو انت شغال على لابتوب. طبعا ممكن اضيف بعض التلميحات واشغلها خاصه ببعض البرامج الخاصه بيها، اخليها اون او اقفلها لو انا شايف ان انا مش عايز، يعني مثلا مش عايز الميل يظهر ممكن اقول له اوف، مش عايز الجوجل كروم اي تلميحات خاصه بيه تظهر اعملها اوف حسب الاختيار اللي انا عايزه، اعملها اوف او اون حسب اختياري زي ما انا عايز. تمام كده. طب انا خلاص خلصت هنا، هرجع تاني اقفل السيتنجز واروح للاكشن سنتر تاني افتحه. ادي الاكشن سنتر بتاعي زي ما انتم شايفين كل التلميحات بتظهر والرسائل بتاعتي. كمان ممكن اعمل اكسباند، اكسباند يظهر كل النوتيفيكيشنز او التلميحات بتاعتي اسفل الشاشه بالشكل اللي احنا شايفينه عشان اقدر اتعامل معاها بشكل اكثر وضوحا واكثر شموليه. طب عايز ارجعها تاني اقول له كولابس،
هيرجع بس اول اربعه اللي هم اكثر اهتماما. على فكره ممكن لو كل نوتيفيكيشن دي انا مش عايزها، تمام، فممكن اعمل كلير اول نوتيفيكيشن، فتبدا الشاشه دي كلها تفضى وتبقى فاضيه ما فيهاش اي نوتيفيكيشن منتظر. كمان لو في ايميل معين انا مش عايزه ممكن اقفل الايميل دوت عشان يجي الايميل اللي بعديه اقفله، وهكذا. ممكن اظهر الايميلات التانيه شو مور، بيظهر بقيه الايميلات اللي موجوده عندي في الايميل بتاعي. تاني، عشان الايميلات تظهر معايا في النوتيفيكيشن او في التلميحات لازم اكون رابط الجهاز بتاعي بالايميل الخاص بيا عشان تظهر التلميحات وتقدر تستفيد منها زي ما انت عايز. جزء النيتورك كمان ممكن اقدر اعرف منه النيتورك بتاعتي حالتها ايه. في النوتيفيكيشن كمان اللوكيشن ممكن انا انشط اللوكيشن عشان يعرف موقعي. ده هيفيدني في ايه اللوكيشن؟ يقدر يفيدني في حاجات كتير جدا في اعدادات الجهاز. لو انا جيت هنا مثلا زي مثلا ايقونه الخاصه بالطقس، مثلا الويزر طقس، انا عايز اطمن على الطقس بتاعي اللي موجوده في قائمه ستارت هنا، بتبقى موجوده معايا، ممكن من خلال اعرف حاله الطقس بتاعي اهي. فديت عشان يقدر يعرف ان انا موجود في مكان ما، بنشط ايقونه اللوكيشن عشان يقدر يعرف اللوكيشن بتاعي بالظبط. الاكشن سنتر والنوتيفيكيشنز من الحاجات المهمه جدا اللي تعتبر ميزه زياده وجميله قوي ومفعله داخل ويندوز 10، ممكن تستفيد منها وتربط نفسك بكل الاحداث المهمه بحيث يحصل لك عمليه تواصل وانت قاعد على الكمبيوتر، تقدر تعرف اي اخبار او اي معلومات خاصه بيك او مربوطه بالايميل بتاعك. وبكده نكون غطينا جزء الاكشن سنتر والتلميحات. ان شاء الله هنكتمل بقية الشرح في المحاضرات القادمة، ومنتظر أي أسئلة عشان أجاوب عليها إن شاء الله. وشكرا وإلى اللقاء في المحاضرة القادمة.